أنتم تستمعون الآن إلى تأملات يومية للراعي كريس أوياكيلومي. كلمة نعمته. يقول الكتاب في أعمال 20:32: والآن أستودعكم يا إخوتي لله ولكلمة نعمته القادرة أن تبنيكم وتعطيكم ميراثاً مع جميع المقدسين. لاحظ معي أن الشاهد الافتتاحي لم يقل: والآن أستودعكم يا إخوتي لله ولكلمة دينونته أو لكلمة غضبه، لا، بل يقول: أستودعكم يا إخوتي لله ولكلمة نعمته. ما هي النعمة؟ إنها محبة الله المتحننة التي تمنحنا بركات ونعم غير مشروطة حتى لمن لا يستحق. النعمة هي الجمال الرائع لشخص الله، حبه المتحنن وخالية تماماً من أي شر أو زيف أو ظلمة أو أي لعنة. فالنعمة ليست حسب ما تستحق، ولكن حسب رحمته وتحننه اللذين قد أظهرا في المسيح يسوع قبل بداية العالم. إن كلمة نعمته هي ما تحيطك بحبه، فأنت مركز حبه، ولا دينون عليك الآن، كما في رومية 8:1. إن كلمة الناموس تدين، وهي قاسية وتستدعي غضب الله، ولكنها لا تجعل الإنسان كامل، كما في عبرانيين 7:19. فالناموس لا يستطيع أن يعطي حياة، لكن شكراً لله، لأنه كما في يوحنا 1:17: لأن الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا. نحن تحت نعمة الرب يسوع، نحن نبنى بكلمة نعمته. قدم نفسك بالكامل لكلمة نعمته التي لها القوة والإمكانية، فهي قادرة في ذاتها وبذاتها أن تجعلك ما تتكلم عنه. هل لاحظت أن الله لم يقل أنه يجب عليك أن تبني نفسك بالكلمة؟ بل يقول: الكلمة تبنيكم. لذلك كل ما عليك فعله هو أن تهضم الكلمة وتستقبلها وتتعلمها حتى تمتصها في داخلك فتحيا بها. صلي معي هذه الصلاة: أبويا الغالي، إن كلمتك تبني حياتي وتنقلني إلى مجالات مجد أسمى وأعظم، وأنا مدرك لهذه البركة، فأسلك في البر قوياً في الإيمان ومثمراً في كل شيء، في اسم يسوع، آمين.